لكن انا سعيد جدا ان انا اكون في وسط حضراتكم النهارده. الحقيقه معتز بيبتدى وقال ان الوضع الحالي بيحتاج لحاوي او لساحر. لا، خليني اصحح المقوله دي. الوضع الحالي محتاج لرؤيه واراده سياسيه وقوه في اتخاذ القرار، والثلاثه موجودين. الرؤيه موجوده على مستوى السياسات التنموية، مش بس ان احنا بنتعامل مع مشاكلنا اللي بتواجهنا النهاردة او الاعباء اللي تورثناها على تراكمات عقود، لكن لو تبصوا على الرؤية اللي موجودة النهاردة هي رؤية بناء مستقبل مصر، ومش لخمس سنين ولا العشر سنين ولا العشرين سنة ولا الخمسة وعشرين سنة ولا المئة سنة. انا اقول لكم انها رؤية تمتد لأكثر من 250-300 سنة. أول ما بدأت وشفت خريطة مشروع قناة السويس، كنت يمكن من أول المسؤولين اللي شافوا هذه الخريطة بعد أن عرضت على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرج من قصر الاتحادية الفريق مهمة ميش واتجه لمكتبي للرأي الاقتصادي في هذا الموضوع. فقلت له الحقيقة لو هي عبارة عن حفرة في وسط الصحراء يبقى وسع القناة الحالية أحسن، لكن لو هي فعلا هتحقق بناء المشروعات التنموية والصناعية واللوجستية والخدمية بالشكل اللي معروض على الخريطة دي، حتى مشروعات الأمن الغذائي ب 300 حوض هيبقوا بيعملوا ثروة سماكية في مصر على أحدث تقنيات. قلت له لو هي الرؤية ماشية كده وانك انت تبقى موقع لوجستي عالمي للتجارة العالمية ومصر تبقى محور على مدار العقود والقرون القادمة، اذا احنا في اتجاه صحيح. وده كانت الرؤية الاقتصادية من وجهة نظري، ان احنا بنبني علشان نورث اللي بعدينا ثروة ونورثهم فرصة لحياة افضل، مش ان احنا نسيب لهم مجرد أعباء إحنا تورثناها نقعد نعالج فيها وما نوصلش لحلول جذرية فيها ونورثها لمن بعدنا. إذن فهناك رؤية وهناك إرادة. الإصلاحات الاقتصادية اللي بتحصل هي نتيجة رؤية سياسية وقناعة ومساندة سياسية من رأس الدولة إلى الحكومة برئيسها وأعضائها إلى قوة في اتخاذ القرار ودون رجعة فيه، ولكن قرارات متوازنة، لأن هناك توازن مطلوب تحقيقه ما بين الإصلاح الاقتصادي وما بين عملية الشمول في ثمار النمو، بحيث أن يحصل عملية التريكلينج داون إيفكت، أو أن آثار هذه التنمية والنمو تصل إلى مختلف الدخول أو أصحاب الدخول. الحقيقة احنا كنا في مفترق طرق وكان قدامنا اختيارين، اما ان ندير مشهد بحاله باعبائه دون تطوير، او ان احنا نطلع بمصر وننقلها من مكانها في خريطة الاقتصاد العالمي ونشيلها كده، لو جاز التعبير نشيلها شيل ونطلع بيها في منطقة اخرى في خريطة الاقتصاد العالمي. وكان الاختيار هو الاختيار الثاني، وطريق صعب. معتز بيه قال فعلا الموارد مش موجودة، فعلا ان هناك صعوبة في ازاي ان احنا نتعامل ما بين مشكلات آنية وما بين ان احنا عندنا طموحات في تحسين جودة حياة الانسان المصري. كل ده حقيقي، بس هو مش عايز حواه، هو عاوز زي ما قلت رؤية وارادة وقوة في اتخاذ القرار. اطمن حضراتكم ان ده كان موجود، لازال موجود، وسيظل موجودا ان شاء الله. اخرج من الرؤية العمومية وندخل في بعض من التفاصيل. ايوة، المشهد الاقتصادي صعب، لكن واحنا يمكن طالعين على السلم. فمعتز بيه بيسألني في امل، قلت له مش بس في امل، انا ما كنتش واثق من النجاح، ما كنتش قابلت اني ادخل في هذا المعترك واتحمل مسؤولية من منطلق هذا المنصب. لكن احنا عارفين تاني كويس قوي ان الاصلاح صعب ومر، وان هناك عبء كبير جدا على هذا الجيل
ان هو يتحمله لبناء حياة افضل لمصر. واحنا مش هننطلق، احنا انطلقنا واحنا ماشيين في هذا الطريق، مش بس كحكومة لكن كحكومة وكشعب وبكل اطياف مجتمع الاعمال، بكل اطيافها المستثمرين. ولكن الطلعة الاولى دايما بتبقى شديدة وتقيلة، لكن لازم حد يتحمل ويقول انا هقف في هذه المسؤولية وهنبدأ نشدها. وهو ده اللي بدأه السيد رئيس الجمهورية ومع حكومة، على إيمان وثيق بأن مفيش طريق آخر غير الإصلاح. إحنا السنة دي بالنسبة لعجز الموازنة لازلنا بنأمل أن إحنا نحقق إن شاء الله عجز يتراوح في أو في حوالين 10.5% من الناتج المحلي. أمر مش سهل، لكن لو أنا جيت أستبعد المنح عشان تعرفوا مدى القوة البرنامج الاقتصادي اللي احنا بيه واللي عليه أخدنا upgrades من Moody's ومن Fitch ومن Standard & Poor's على مدى السنة اللي فاتت، وعليه طلع أيضا تقرير من صندوق النقد الدولي يثمن على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهرجع لدي بعد شوية، اللي بتنتهجها الدولة المصرية في الوقت الراهن. أرجع وأقول إن إحنا لو استبعدنا المعونات اللي جت مصر السنة اللي فاتت واستبعدنا المعونات اللي جت مصر السنة دي، هنجد إن إحنا بنخفض العجز بتاع الموازنة العامة بأكتر من 4% من الناتج القومي. ده رقم مش مسبوق، ده رقم صعب جدا. في اقتصاد كانت نقطة البداية فيه بينمو ب1%، وفضل يتصاعد من ربع إلى ربع النمو السنوي لغاية لما سجل في آخر قراءة له حوالي 4.8%. لما أقول لكم أن النمو الاقتصادي كان في النص الأولاني من 13-14 كان 1.25% تقريبا، السنة دي في النص الأولاني سجل 5.6%. ده معناها أن في حركة بتحصل، انعكاس ل حركة في التنمية، انعكاس في حركة في الانتاج، انعكاس في حركة في الأسواق. في حاجة كبيرة بتحصل اللي تخلي معدل نمو اقتصادي في خلال عام واحد في ان هو يطلع من 1.25% الى 5.6%، وراء حاجات كتيرة، في مؤشرات كثيرة جدا كانت بتعكس ده حتى عالميا. مؤشرات قياس المخاطر بتاعت الاقتصاد المصري كانت على طول في انخفاض. طيب ايه التحدي اللي قدامنا؟ التحدي اللي قدامنا ان احنا عايزين ننمو اسرع، لكن نتأكد ان النمو ده يفيد كل اطياف المجتمع المصري زي ما قلت، اللي هو النمو الشامل زي ما بيقولوا عليه. عندنا استحقاق دستوري حاكم وامر بيقول ان احنا المفروض نزود انفاقنا على الصحة والتعليم والبحث العلمي مع نهاية عام 16-17 إلى 10% من الناتج المحلي، الناتج القومي. ده أمر في غاية الصعوبة. إحنا في سنة 15-16 إن شاء الله بالاعتمادات اللي إحنا حاطينها هنكون وصلنا ل 7.5% من الناتج القومي. يعني إحنا ماشيين بسرعة كبيرة وبنقرب من هذا الهدف، رغم إنه هدف في غاية الصعوبة وهدف يمكن متفرد على مستوى العالم. ما فيش دولة في العالم بتحط المستهدف للانفاق على هذه الجوانب الاجتماعية كنسبة من ناتج القومي، لكن هيتحقق ان شاء الله. في نفس الوقت احنا بنعتمد بشكل كبير جدا في اصلاحنا المالي على اعادة تبويب اولويات الانفاق العام. ده من ناحية الانفاق. شفتوا حضراتكم ان كان فيه هناك إجراءات كانت من مسار واحد في خفض دعم الطاقة بحوالي 2% من الناتج المحلي، بخلاف العائد الإيجابي اللي حدث بعد كده نتيجة انخفاض الأسعار العالمية. أتصور إن إعادة التبويب بتاعت الأولويات بدأت تؤتي بثمارها في الإنفاق العام، لأن كان طول السنوات اللي فاتت كان الانفاق على الصحة والتعليم كان أقل مجتمعين، كان أقل من الانفاق على دعم الطاقة في المواد البترولية وحدها. السنة دي بس
شفنا انعكاس فيها. معناها ان احنا مش بس بنرشد دعم الطاقة، لكن كمان تبويب اولويات الانفاق العام رايحة ومتجهة في الاتجاه السليم، وهو ناحية الخدمات الاجتماعية اللي بتستفيد منها القاعدة الاوسع من الشعب المصري. على مستوى الضريبي، ودي مش دايما بتبقى حاجة سعيدة لأي مواطن، لكن لما نشوف البلاد اللي هي على أعلى مستوى من التقدم ومن التطور، هي بتقارب جدا الفوارق في مستويات المعيشية ما بين مواطنيها. ده نتيجة ان عندهم أعباء ضريبية مرتفعة مش موجودة عندنا في مصر خالص، ولا احنا قريبين منها ولا هنروح ناحيتها في المدى المتوسط، لكن عندهم أعباء ضريبية كبيرة بيعاد توزيعها مرة تانية على الخدمات العامة اللي بيستفيد منها جموع الناس. فتجد ان معظم الناس عايشين معيشة متقاربة، ما تشوفش الفجوات الضخمة اللي موجودة هنا. الكل بيتعلم كويس، الكل بيقدر يلبس كويس، الكل بيركب مواصلة كريمة، الكل بيحصل على خدمة صحية كريمة وآمنة. المسألة دي مسألة ضخ لموارد ضخمة جدا تكفي الجميع، بس هي في الآخر بتقوم على إيه؟ إعادة تدوير الفوائد من أصحاب الدخول الأعلى إلى أصحاب الدخول الأقل وهكذا. إحنا في طريقنا لتحسين الخدمة الصحية، الخدمة التعليمية، في طريقنا إن إحنا نكمل مشوارنا في السيطرة على عجز الموازنة العامة، إما يكون بدير موازنة العجز فيها يفوق 10% من الناتج القومي، أكيد أنا مش تقشفي، وأقصى ما أأمله أن في 3 سنوات أن ينزل عجز الموازنة إلى 8.5% مع تتميم الاستحقاق الدستوري. يعني أنا عندي قوة بحاول أنزل بيها العجز الموازنة، لكن عندي أيضا تحدي أن أنا لازم أزيد الإنفاق بشكل متسارع على الخدمات الاجتماعية اللي هي تؤمن سلامة مع الوقت، تؤمن سلامة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر. إذن هي رسالة إن إحنا وإحنا بنعمل عملية الضبط المالي اللي هو يؤمن الاستقرار الاقتصادي اللي لازم يكون موجود عشان جذب أي استثمار وطمأنة أي صاحب مال إنه يستثمر أمواله في مصر، سواء إذا كان مصري أو غير مصري. أيضا إحنا بنعمل على تحقيق السلام الاجتماعي، وده من طريق تحسين الخدمات ورفع جودتها، بس ده ما بيحصلش في يوم وليلة، بس بياخد وقت. لكن اللي بنقوله ان احنا ماشيين في هذا الطريق، والزيادة او الشكل الجديد اللي بقى بتاع الموازنة العامة، ان الاتجاه فعلا ناحية الانفاق الاجتماعي اللي بيؤثر على جودة الحياة للجموع الاكبر من الشعب، اصبحت هي فعلا التوجه نحو مستقبل افضل في مصر. من ناحية الضرائب احنا خلاص بنستقر عند السياسة الضريبية الموجودة عندنا، يبقى لنا ان احنا نتحول الى القيمة المضافة، او مش نتحول بمعنى ادق، نستكمل قانون القيمة المضافة اللي موجود فعليا ومطبق في مصر من سنة 93. القانون هو قانون قيمة مضافة ولكنه مطبق جزئيا. احنا هنستكمل هذا التطبيق بحيث ان هو يشمل باقي الخدمات، وان هو يؤثر على الخصم للمدخلات المباشرة وغير المباشرة. ده اللي احنا بنشتغل عليه مع توحيد سعر الضريبة. ده اخر اصلاح ضريبي، بعد كده احنا هنشتغل بشكل مكثف، والخطة بتاعت الموازنة بتاعت السنة الجديدة على الايرادات غير الضريبية، لان هناك بالفعل لما نيجي ننتبه الى دخل مصر من الايرادات غير الضريبية، نجد ان هناك ثروات وثروات وثروات يجب ان تعود بعائد مجدي على الشعب المصري، وده مش حاصل. المرحلة الجديدة ان احنا هنبدأ نعمل على الايرادات غير الضريبية. فالاستقرار المالي مش كله ضرائب، الاستقرار المالي قائم اساسا على تشجيع الاستثمار بحوافز حقيقية تبتعد عن الحوافز أسميها الحوافز المفتعلة زي دعم الطاقة مثلا اللي كان موجود،
وانها تكون حوافز فعلا نحو التشغيل، نحو إتاحة الأرض بشكل ميسر، بشكل منخفض التكاليف، وقانون الاستثمار الجديد تعديلاته بتؤمن ده. الحوافز انتقلت من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة إلى الصناعات كثيفة التشغيل، وده تغير أيضا في الرؤية. عشان كده أنا دايما لما ابتديت بتكلم بقول على هناك رؤية وهناك قوة في اتخاذ قرارات معينة ولها أيضا تبعات، لكن لابد أن احنا نجوز في ده لبناء مستقبل أفضل. بنتكلم على توسيع القواعد بتاعة الإيرادات. في نهاية الأمر احنا عايزين نصل إلى معدلات نمو تكون ما بين 6-7% في خلال 3-4 سنين الجايين. وأنا بتكلم بتحفظ شديد، لأن أنا شايف أن معدلات النمو في الفترة دي ممكن تفوق الرينج اللي أنا بذكره. عاوزين أن احنا نضاعف من نصيب المواطن في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5000 دولار مع في خلال 3-4 سنوات. بنتكلم على أن يكون أتمينا الاستحقاق الدستوري، بس مش بس في الصرف، لكن أيضا أن احنا ابتدينا نعمل برامج محددة لتحسين الخدمة اللي بتروح في الصحة وفي التعليم. هي مش مسألة ان هي زيادة انفاق، لكن جودة هذا الانفاق وكيف يصل بالفعل في النهاية الى حياة المواطن او يمس حياة المواطن. العجز زي ما قلت احنا بنتجه نحو تحقيق عجز حوالي 8.5% من الناتج القومي في خلال 3-4 سنوات. ايضا نسبة الدين، اجمالي الدين محلي وخارجي، ان احنا نحقق حاجة في حدود 85%. النهاردة احنا الدين يزيد عن 96% المحلي. إذن عندنا رؤية نحو وأهداف واضحة نحو تعزيز قوة الاقتصاد المصري من ناحية، نحو تنقية مناخ الاستثمار من الشوائب والعوائق الكثيرة التي تواجهه، نحو بناء تنمية حقيقية. مشروع قناة السويس أنا دايما باخده كمرجعية، لأن هذا المشروع أكتر مشروع احنا شايفينه على أرض الواقع، يعني هيروح النهاردة هيقدر يبحر في سفينة داخل القناة الجديدة، يبحر وإحنا ما كملناش 9 شهور منذ بناء بداية هذا المشروع. بنتكلم على أن هذا المشروع وهو ينشأ ولسه في مراحله الأولى، في 38,000 واحد بيشتغلوا هناك، فما بالك لما نبدأ نشتغل في المشروعات اللي حوالين هذا المشروع. اللي عايز أقوله أن احنا عارفين أن الطريق صعب، ما بنقولش أنه سهل. كل المشاكل اللي موجودة وبتواجه مصر لها أكثر من حل، مش حل واحد ولا اثنين، لها حلول متعددة. هي مسألة أن احنا نصبر على بعض شوية، مسألة ان احنا اهم هدف عندنا النهاردة هو اعادة بناء الثقة في اقتصاد مصر. ده بيترجم فعليا في التحسنات اللي بتحصل بشكل متتابع وبشكل مستمر في التقييم الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، لان ده بيعود في النهاية او بينعكس في النهاية على الجدارة الائتمانية بتاعت المؤسسات المصرية او المؤسسات العاملة في مصر، سواء اذا كانت مالية او غير مالية. فاحنا كل ما بنحسن من الريتنج او من التقييم بتاع اقتصاد مصر، احنا ايضا بنرفع الريتنج بتاع المؤسسات المصرية، وبالتالي تقليل المخاطر بتاعتها في التعامل مع الخارج. احنا رايحين السوق العالمي بعد فترة انقطاع كبيرة لاصدار سند دولاري في حدود 1.5 مليار دولار. ده جاي، لو يمكن في البعض بيتابع التصريحات اللي بتطلع من وزارة المالية، احنا قلنا في من سنة فاتت ان احنا هنبتدي بحزمة اصلاحات كحكومة، حزمة اصلاحات اقتصادية واجتماعية، نبدأ بعد كده ندعو مؤسسات تقييم السيادي عشان تيجي تقيم الاقتصاد المصري، ثم ندعو صندوق النقد الدولي ليقيم كل هذا العمل، وبعدها واحنا على ارض صلبة نبدأ ندخل السوق العالمي ونبدأ ننوع من مصادر التمويل والتدفقات المالية اللي بتدخل للسوق المصري.
أرجو أن ما أكونش أطلت. أنا هسيب فرصة للأسئلة لأن أنا متأكد أن هناك أسئلة كثيرة، وأرجو أن أنا يكون عندي أيضا إجابات جيدة لنفس الأسئلة. وبشكركم مرة تانية على هذه الاستضافة، وشكرا معتزبي ولجميعكم، شكرا جزيلا. أجمل حاجة تروح تقول لوزير المالية حط ضريبة، يعني ما تجازفش. فمعتز بيه بيقول لك الضريبة. هو في طبعا انقسام في الآراء حول خضوع أو تخضيع العوائد على الودائع للضرائب. خليني أقول هو الموضوع مش مطروح، بس هو في انقسام في الآراء فعلا، وواضح حتى داخل ذات الغرفة الواحدة، وكل رأي له وجهته. خليني أقول إن أهم شيء عندنا دلوقتي هو تعظيم، وده برضو قاله أستاذنا الكبير الدكتور مصطفى السعيد، إن المدخرات مش هتيجي إلا من حتتين، مش هنتظرها من الأفراد. المدخرات الحكومة هي اللاعب الأول في الاقتصاد، إن هو يحقق زيادة في الادخار على مستوى القومي. أقلل العجز بتاعي، يعني معناها رغم أنه سلبياً، يعني معناها أن أنا بتيح فرصة لزيادة المدخرات. ده نمرة واحد. اتنين، قطاع الأعمال، قطاع الاستثمار، يعني مش قطاع الأعمال العام، قطاع الاستثمار والأعمال العام أيضاً. الفوائد التي تحققها الشركات من هوامش أرباح، هي دي المدخرات الرئيسية اللي بتقود وتدفع أي اقتصاد. يليها بعد كده مدخرات الأفراد اللي هي بتحقق زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وتخلق الطلب اللي بيها الاستثمار يبدأ برضو ينمو، وتدور بقى العجلة بشكل متسارع وبشكل إلى أعلى. فأهم عنصر عندي هو مسألة تشجيع الاستثمار، ترك جزء من الفوائد اللي موجودة في الاقتصاد المصري عن طريق تخفيض العجز. ما عدش زاحم المجتمع الأعمال، إن مجتمع الأعمال يبقى بيعمل في بيئة سليمة ويبقى عنده فوائد جيدة. وأعتقد إن مصر من ضمن أعلى المعدلات في تحقيق هوامش أرباح، والدليل على كده أو من الأدلة الصحية، وده شيء جميل وشيء جيد وشيء بنستعمله أو نستخدمه في الدعاية للاستثمار في مصر، إن عندك هنا مجال لتحقيق أعلى معدلات ربحية موجودة في مستوى العالم. مش الأعلى على بشكل مطلق، لكن بنقول من أعلى هذه المعدلات. إذن المسألة كلها إن إزاي أخفض عجز الموازنة وأنا في نفس الوقت بنشط الاقتصاد وبزود معدلات الادخار القومي عن طريق إن أنا أبعد شوية عن الإنفاق التوسعي، وفي نفس الوقت إني أسمح للقطاع الخاص بمناخ وبيئة استثمارية جيدة يحقق بها فوائد أعلى. طيب هنعمل ايه لغايه كده؟ لغايه ما ده يحصل بنستورد من مدخرات بقيه دول العالم. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. احنا في وقت بنقترض فيه من الخارج بصور متعدده، بحيث ان احنا نقدر ننهض بالاقتصاد المصري ونعبر بيه الموقف الدقيق جدا اللي بيمر فيه. ثاني، إعادة بناء الثقة من خلال سياسات واضحة في الإصلاح. الطاقات المعطلة، هو فعلا وزير الاستثمار عنده برنامج وبدأ به في شركات الغزل والنسيج تحديدا، يمكن حضرتك طرحت هذا المثال يمكن ضمن أمثلة عديدة، لكن هناك برنامج متكامل. لو أنا ابتديت هتكلم الأول على وزارة الاستثمار بتعمل إيه، وهتكلم وزارة المالية بتعمل إيه. هناك برنامج متكامل فعلا لتشغيل هذه الطاقات المعطلة، بس بأسلوب مختلف، وانك انت تبدأ تستغل الأصول غير المستغلة جوه هذه الشركات. برضو مشوار مش سهل، وفي مقاومة شديدة داخلية الى اخره، لكن هناك اتجاه ناحية ان هذه الطاقات تبدأ تشتغل مرة اخرى وتبقى منتج. ما بتكلمش بس على شكل قطاع عمل عام، لكن ايضا هناك برامج بنبحث فيها في المجموعة الاقتصادية ايضا، ازاي ان احنا نعيد احياء المصانع التي توقفت لاسباب غير تجارية. يعني انا مش عايز اقول ان في استثمار فاشل
ان انا اروح ان انا هدعمه، لكن بنتكلم على استثمارات تعطلت بالفعل نتيجة الاحداث السياسية اللي حصلت مرت بها البلاد، نتيجة اعتصامات، نتيجة هجرة عمال، نتيجة ترك صاحب رأس المال نفسه للمصنع بتاعه والخروج خارج البلاد. في بالفعل كنا بنتناقش في المجموعة الاقتصادية الوزارية على وضع برنامج يسمح او يساعد هذه المصانع اللي موجوده انها طاقات انتاجيه، مساله ان تدوير زرار يعني طبعا مش بالسهوله دي، لكن اقصد انك لسه مش محتاج تنشئ، على الاقل انت محتاج انك انت تعطيها نوع من الدفع الماليه او راس مال تشغيل او حل البعض مشاكلها بحيث انها تبدا تشتغل فعلا. لكن هو ده اسرع طريقه علشان الانطلاق. هل كل الحالات قابله لده؟ الاجابه لا، لكن هناك حالات كثيره قابله انها تستفيد من هذه البرامج وفي اكتر من قطاع. بالنسبه لوزاره الماليه اللي احنا بنحاول نعمله عشان نشغل الطاقات المعطله ونجحنا فيه لحد كبير بناء على شهاده من رئيس اتحاد الصناعات شخصيا، ان احنا بنغلق منافذ التهريب للسلع، وده حصل يمكن بدانا بالمنطقه الشرقيه بالنسبه للجمارك في بورسعيد وفي نويبع وفي الادبيه وفي السويس وفي ميناء السخنة، وعاملين جهد مكثف جدا هناك ايضا مع الاسعار الاسترشادية للاندر انفويسنج اللي بيحصل للسلع القادمة من الصين الى اخره. حطينا سلع حاكمة، اسعار حاكمة بحيث انها تقلل من المنافسة غير الشرعية اللي بيواجهها المنتج المصري. ده بيشغل في طاقات متعددة، و اللي ابتدوا فعلا يشعروا به اللي ما يسمى مش بدرجة مصنع لكن بالورش الصغيرة وخاصة في قطاع النسج المنسوجات الغزل والنسيج. ففي هناك غلق لمنافذ التهريب، احنا بنحزم دلوقتي المنافذ الجمركية كلها بأجهزة حديثة جدا في الاكس رايز، وبتعمل تحليل كيميائي للحاجات اللي بتدخل قادمة خلاص هتبدأ تتواتر في الأشهر القليلة القادمة، بحيث أن يبقى منافذ مصر أيضا مقفولة قفلة كويسة من ناحية التهريب. لكن مشوار برضو طويل، ما هوش سهل، وبندخل في مصالح لأن كل حاجة هتضرب في مصالح، وخاصة لو كانت مصالح غير شرعية بتجد أن رد الفعل دايما بيبقى عنيف وبيبقى فيه مقاومة شديدة. لكن احنا على إصرار لتقرير سيادة الدولة في كل المناحي الاقتصادية دون نقاش. فمن ناحية ده بتساعد على تشغيل الطاقات المعطلة، يمكن انك انت بتمنع المنافسة غير الشرعية اللي بيواجهها المنتج المصري. واذا كان هناك منتج بيجي من تحت السلم من خارج مصر، لا انا عندي اشغل المصنع اللي تحت السلم المصري. يمكن وجهة نظر ما هياش هي الافضل على الاطلاق، لكن هي افضل من الحال الموجود دلوقتي من تسرب الموارد المالية لمصر الى الخارج للاتيان بمنتجات رديئة واحيانا مضره بالمواطن المصري. بالنسبه لما اثير حوالين قانون القيمه المضافه، بالراحه شويه على مهلك، متعصب ليه؟ شوف احنا اصرينا ان احنا نجري مش بس حوار مجتمعي وحوار مؤسسي داخل المؤسسه نفسها، وانا ماشي في مسارين عشان برضو اكون اكثر شفافية. مسار ان انا اعدل على عدد محدود من المواد اللي موجودة في القانون الحالي وتؤدي نفس الغرض، بس مش بس انها تعمل استكمال الانتقال الكامل للضريبة القيمة المضافة، لكن كمان انها تعالج بعض من العوار اللي موجود في التشريع الحالي واللي بيعمل اختلافات وبتزعل الناس من بعض. فبنحد من ده، وانها حاجة بتاعت يمكن 20 مادة ممكن يبقى فيهم تعديلات ما بين تعديلات جوهرية او اضافات مش موجودة في القانون، وما بين تعديلات بسيطة في بعض التعريفات بحيث انها تتواكب مع النظام الحالي. بالنسبة لسؤال واضح ان ده سؤال شخصي، بالنسبة للصناعات اللي ليها اتفاقيات خاصة، شوف
مش بس في سوق البيفرجز، لا احنا عندنا عدد من السلع موجودة في جدول خاص، وهيتم التشاور بشكل مباشر مع أرباب هذه الصناعات. لكن اتفاقيات تحاسبية لا، هنخرج من الاتفاقيات التحاسبية وهنتعامل بتعامل عادل جدا لكل الأطراف، لأن أنا في الآخر برضو كوزير مالية ومسؤول عن اقتصاد هذا البلد، إن لازم النشاط الاقتصادي ينهض. يعني هي عمر ما هتكون هناك عداء ما بين مسألة ضريبية وبين الاستثمار إطلاقا. بالعكس، لو أنت النهاردة بتشتغل إيراد، أنا عايزك تشتغل 24 إيراد من بكرة الصبح و48 إيراد من بعده، لأن في النهاية أنا هيعود العائد إذا كان على مسألة ضريبية، لكن أنت أفضل أنك هتشغل لي الناس وأنك هتشغل الطاقات الاقتصادية المعطلة أو المستغلة بأقل من قدرها. فهيبقى فيه لقاءات. هتقول لي التوقيت إمتى؟ أنا بستهدف أن ندخل في المنظومة الجديدة اعتبارا من بدايات العام المالي الجديد، يعني أقول لك شهر 7 شهر 8، يعني هيبقى في الحدود دي. القصد كله أن أنا عاوز أبقى مطمئن لسلامة التطبيق بالنسبة للقطاعات اللي ما كانتش بتطبق قيمة مضافة، الخدمات. احنا الاصل والاساس ان كل السلع وكل الخدمات خاضعة الا ما يعفى بنص خاص. فهدي لك امثلة محددة، يعني كل السلع الغذائية ومنتجات الارض اللي هي النهاردة معفية هتظل معفية، لان دي اللي بيستعملها معظم الناس. هتقول لي على حد التسجيل، هنرفع حد التسجيل شوية علشان المصلحة، وانا كنت طارح في حوار مجتمعي ما بين نص مليون لمليون، لقيت تباين خطير جدا ما بين اصحاب الاعمال في مجال التجارة وما بين اصحاب الاعمال في مجال الانتاج والصناعة، تباين مخيف. من اول يقول لك لا ده انت حد التسجيل بتاعك اللي موجود النهاردة نزله لصفر، الى واحد بيقول لك لا اطلع لاثنين وثلاثة مليون. لابد ان احنا هنجد الصيغة المناسبة للمشهد الاقتصادي المصري اللي بيضاف. توحيد سعر الضريبة، بنتكلم على توحيد سعر الضريبة لان ده ضروري علشان يضمن سلامة التطبيق بالنسبة للخصم بتاع المدخلات. انا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير، بس انا قصدت ان اجيبك بشكل فيه قدر من التفصيل. انت عاوز دلوقتي بتقول انا عاوز بقى تشريع ابدأ ابص عليه، ليك حق، احنا اتأخرنا شوية لان الحقيقة كثرة الاحداث والاصلاحات اللي بنعملها عطلت ده. احنا هنعرض تشريع متكامل او هنعرض معاه تشريع مبسط زي ما بقول لحضرتك في حدود العشرين مادة. ده اتجاه جديد ابتديت اشتغل عليه فقط من اسبوعين ثلاثة، لو لقينا ان ده هيبقى افضل، لان المجتمع اعتاد على شكل معين للقانون، فمش عايز اعمل نقلة كاملة للقانون وفي النهاية هحقق نفس الغرض. لكن بالنسبة للصناعات الخاصة زي مثلا البيفرجز، التبغ، الأسمنت، الحديد، دي صناعات خاصة موجودة لها معالجات جوه القانون، بيبقى في حوار مع رواد هذه الصناعات بحيث نتأكد نحن ما نخرجش عن الممارسة العالمية. بس أي ممارسة تخرج كانت موجودة حاليا تخرج عن النظام أو الممارسة العالمية الأفضل، تأكد انها مش هتستمر. احنا هنبقى بنتجه اتجاه الى عدالة ضريبية، وايضا دون ابدا التجني على المجتمع الاعمال او على المستهلك. والاعفاءات اللي بتخاطب الشأن الاجتماعي والحماية الاجتماعية هتظل موجودة جوه، وهندي حوافز ايضا علشان مسألة ضبط المجتمع بالنسبة للفواتير الى اخره. وكنت حتى يمكن اعلنت في وسائل الاعلام ان مستعدين ان احنا هنعمل اللي هيجيب فواتير ضريبية من المستهلكين هنرجع له 15% او حتى 20% من الضرائب اللي دفعها جوه. فهيبقى في حافز ان يحصل انتظام للمجتمع وان السوق غير الرسمي يبدأ تدريجيا يلتج. بس احنا بدأنا بخطوة مبكرة في قانون الضرائب المبيعات، وعدلنا من حوالي شهرين
مع قانون الاستثمار فيما يتعلق بالضرائب على الآلات والمعدات اللي هي السلع الرأسمالية، ونزلنا بيها من 10% إلى 5%. لكن الأهم من ده إن أنا أتحتلك رأس مال تشغيلي يبقى في إيدك، لأن كنت بتسترد هذه الضريبة على مدى يصل إلى 3 سنوات. بنقول لك لا، أنت هتسترد الضريبة كاملة على دفعة واحدة مع تقديم أول إقرار ضريبي. فعملت لك عملية دي ليفرجينج لإدارة أعمالك، وده كان مقصود، مع أيضا الإعفاء اللي كان تقرر. لو بقى هبص على منظومة كاملة والخريطة الضريبية احنا بنشتغل فيها ازاي، اللي هي تعزيز وتعظيم القاعدة الرأسمالية للاقتصاد المصري من عن طريق الشركات بتاعتها، اربط ده بالإعفاء اللي تم على التوزيعات الأرباح في صورة أسهم مجانية، لأن أنا عاوز أشجع أن التوزيعات تكون أقل في صورة نقد، وعاوز أخلي تاني أشجع السيفينجز جوه قطاع الأعمال. مع الوقت على مستوى الاقتصاد القومي أنك أنت بتقلل من هذه التوزيعات نسبيا، لأن مصر من أعلى المعدلات التوزيعات، بتعمل دي ليفرجينج في اقتصاد متوسط الفايدة فيه 13-14%، يعني بتفقد التنافسية مرتين. فاحنا بنحاول ان احنا هنا من خلال ادارة اقتصادية ان احنا نعمل توسيع القاعدة الرأسمالية، لان الفيجن انك انت تنمي او تزيد من كفاءة الاقتصاد ومن القدرة التنافسية بتاعته. هنعملها بكل الطرق، دي واحدة منهم، لكن هنعملها بكل الطرق. قانون الجمارك الجديد والتعامل مع مواني الجافة، ايوه هيكون في ان شاء الله التعامل مع مواني الجافة وكل النظم التجارية واللوجستية، وايضا هيعرض على المجتمع. ده يمكن اسهل ان اقدر احطه على الويب سايت اطرحه للنقاش، لكن ايضا بيحاكي او بيخاطب التجارة غير الشرعية، وبيغلظ العقوبات بشكل واضح جدا، وبيتكامل مع تعديلات بتحصل في قانون القيمة المضافة علشان السيطرة على التهريب، وبالتالي حماية. طيب اخد بعض الاجابات. هبتدي قاله السيد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. بالنسبة للاسعار وانفلات الاسعار، خلينا بس ناخد الموضوع كده ببساطة اكتر مما انت تتصور. يعني لما بيكون في، انا مش فلاح بس انا صعيدي، بس لما يكون في بين عروتين سعر الطماطم بيطلع وسعر الباميه بيطلع، وما هوش اوان الباميه، احنا بس الناس نسيت المواسم بتاعه الخضار علشان المجمد اللي موجود. فطلع البوادر بتاعه محصول الباميه نزلت السوق بسعر معين ليكن، مش بهون من الموضوع، لان الموضوع يحتاج ان احنا نبص في من شقين. الشق الاولاني، ودي بما انكم يعني معظمكم انا شايف قاع رجال اعمال، انا هديلكم فرصة استثمار المفروض تسيبوني قبل ما اكمل كلامي واخلصه وتطلعوا تروحوا لمكتب رئيس الوزارة تحاولوا ان انتم تقتنصوه. احنا عندنا اختناق في اسواق التوزيع، عندنا سبلاي بوتلنكس حاصلة نتيجة عدم وجود آليات التوزيع من أول، من فورك تو فورك زي ما بيقول، من الأرض لغاية السوبر ماركت. المنتجات الزراعية بيهدر منها ما لا يقل عن 40% نتيجة عدم وجود الخدمات اللوجستية اللي تخدم على النقل من الحقل أو من الغيط لغاية السوبر ماركت. واتكلمنا كذا مرة عن ده، ودي فرصة استثمارية ضخمة جدا على مستوى مصر، تحتاج لكونسورتيومز وشركات عملاقة عشان تقدر انها تعمل هذا او تقدم هذه الخدمة، والفلاح ياخد سعر مجزي لانتاجه، وفي نفس الوقت المستهلك يصل له المنتج بصورة جيدة مش متهالكة وبسعر جيد، لان الهدر هيبقى مش اقل بكثير. فعندنا الاختناقات في جانب المعروض جاية من أكتر من حاجة.
يا إما المنتج غير كفء وده عملية هيبقى صعب جدا إنها يتم تطويرها بشكل سريع إلا من خلال الأراضي بقى الجديدة والاستزراع الجديد. لكن وأنا هنا بتكلم على السلع الغذائية تحديدا اللي هي بتمثل 50% تقريبا من الباسكت بتاع الاستهلاك للإنسان المصري، وبيها هنشوف تأثير ضخم جدا على معدلات التضخم وزيادة الأسعار. أنا هنا ببص من ناحية اقتصادية التضخم وببص من ناحية اجتماعية اللي هي زيادة الأسعار. فالسيطرة على هذه الاختناقات هيجي أساسا من تقليل الفاقد المهدر في هذه المنتجات، وممكن تتعمل من خلال نقل المبرد، مناطق تخزين في العواصم المحافظات أو في مراكز تجميع إلى آخره، وده هيحتاج رؤوس أموال. وأعتقد أن القطاع الخاص هو الأقدر والأقدر أن هو يدخل في هذه الأنشطة. من ناحية الطلب تاني، ما تنتظرش طول ما في عجز موازنة أكتر من 10% من الناتج القومي أنك هتشوف معدلات للتضخم هادية، مش هيحصل. يعني اقتصاديا علميا عمليا سميها زي ما تسميها مش هيحصل. لازم السيطرة على عجز الموازنة العامة إذا كنا بننشد أن احنا نوصل إلى أسعار أو معدلات تضخم تكون معقولة وتكون مناسبة وما تجرحش البيت المصري. ده من ناحية السيطرة على الطلب، ومن ناحية غلق منافذ للإهدار اللي بيحصل أو الفاقد اللي بيحصل في منتجاتك، مع بعض الاثنين هم اللي حققوا لك هذه المعادلة. مش القرش والتعريفة، هي ليها تأثير طبعا، مش هنكر ده، لكن هي تأثيرها مش تضخمي، هي تأثيرها في زيادة السعر اللي مرة واحدة هيقرب لك لأقرب ربع جنيه أو عشر ساغ أو ما أعرفش إيه، فهي ليها تأثير. بس أنا أتكلم بقى على القضية، أنا ما أحبش الحلول السهلة، ندخل دايما في الحلول الصعبة. الحل الحلول الصعبة أنك أنت تمسك السبلاي بوتل نيكس بتاعتك، تبدأ تعملها، وفي هناك فرص استثمارية كثيرة تقدر اللي يرغب بيتكلم فيها مع سيد وزير الاستثمار. لكن مجال مفتوح ومجال كبير جدا، أنت بتتكلم على سوق بتاع 88,400 مواطن حسب سعة السكان اللي محطوطة على السطوح بتاع الجهاز المركزي للتعبئة والأحسن. السوق ده ضخم جدا، وال 88 مليون مستهلك دول بيستهلكوا سلع غذائية، والسلع الغذائية بيهدر فيها في الحقلية 30-40%. أظن البيزنس أوبورتيونيتي واضحة قدام حضراتكم بحسبة بسيطة. طبعا معدلات النمو وقانون الاستثمار، المناطق الحرة، السندات الدولارية، الصكوك. سريعا، قانون الاستثمار هو طلع وواضح المعالم، مش ما هوش مبهم. مفيش قانون هيطلع هنتفق عليه كلنا، مش بس قانون الاستثمار، اي قانون في الدنيا. انما هو عمل 3-4 حاجات مهمين جدا بالنسبه لنا كتنشيط اقتصاد وتغيير الرؤيه بتاعت اداره هذا الاقتصاد، هو التحول من الامتيازات الضريبيه المفتعله وامتيازات في الطاقة، دي من برة القانون لكن ده في السياسة العامة للدولة في أسعار الطاقة، إلى امتيازات هتروح ناحية المناطق النائية وامتيازات تروح ناحية الصناعات كثيفة التشغيل. ده تغيير في الرؤية، وده جزء من الانكلوسيفيتي اللي بنتكلم عليه أو شمول النمو. اللائحة التنفيذية بتاعته بتخلص وبتجهز، لكن ما فيهاش تأثير أو يعني مش هتأتي بجديد عن اللي موجود جوه القانون. لكن أنا عارف أن زميلي وزير الاستثمار بيعمل على إنهاء ده، لأنه اللائحة بتاعته متشابكة مع أكتر من وزارة، ولازم نبقى حاطين ده في الاعتبار. وإحنا كوزارة مالية متعهدين، وبقول ده بصفتي المسؤول الأول عن الوزارة، إن إحنا فيما يتعلق بالشباك الواحد وإنجاحه إحنا واقفين تماماً مع هذا، وهندعم هذا التوجه بكل قوة. فإذا كان الناس عادة بتشتكي من المسائل الإدارية وبتبقى دايما وزارة المالية لها نصيب في هذا، لأنا بأؤكد لحضراتكم أن احنا بندعم سياسة الشباك الواحد بكل قوة، وممكن أكررها تاني.
مسألة المناطق الحرة، لا احنا ما لغناش المناطق الحرة القائمة، احنا اوقفنا انشاء مناطق حرة خاصة جديدة لانها اضرت بالاقتصاد القومي في بعض حالاتها، وكانت بتستغل كمنفذ من منافذ تجنب او التخطيط الضريبي الضار بالاقتصاد، ودي عملية صعبة جدا انك انت تحكمها، حتى اعتى اجهزة الضرائب في العالم عملية التخطيط الضريبي او التاكس بلانينج ده بيبقى عملية شاقة جدا. بعضها استغل على انه منفذ يستغل في تهريب الى اخره، فانت كل الحكاية انك حكمت الموضوع، لكن القائم احنا بنحترمه وما بنجيش جنبه. انا بتكلم عن مناطق اقتصادية الخاصة، المسألة مسألة احكام اكثر، لانك لازم يبقى عندك عدالة وكله بيشتغل بليفل بلاينج فيلد، خاصة ان هذه المناطق لما تيجي تبص عليها ان جذبها للاستثمار الاجنبي محدود نسبيا، تجارتها الداخلية محدودة نسبيا، والستاتيستكس موجود وتقدر تحلله وتشوف تأثيرها الحقيقي على جذب الاستثمارات ايه، لان معظم الاجانب ما هو بيدفع ضريبته في بلده الام، فبالتالي ما هياش بالنسبة له مسألة جذب. الجذب الحقيقي هو مسألة تيسير مناخ الأعمال في البلاد. سندات دولارية، احنا متجهين ناحية توسيع كل القواعد التي تؤمن سد الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري. مسألة الصكوك هي مش هتكون زي اللي كان، لان اللي كان فيه عوار شديد، لانه كان بيقوم بالنسبة للصكوك الحكومية انها كانت اسيد باكت. اسيد باكت يعني تخفق في السداد يروح ياخد قناة السويس ويمشي. طبعا ده عوار كبير جدا وشديد، واحنا طبعا بنعدل كل ده، وتبقى اسيد بيست، يعني هتبقى انت شايف الاصل بس ما تجيش جنبه، الحكومة هي اللي واقفة في النص. فده التعديل الجوهري اللي بيحصل. لكن ليه احنا بنتجه ناحية الصكوك او تفكيرنا؟ لان تاني انا عايز رافد جديد من روافد المدخرات اللي موجودة اقليميا وعالميا، وانها تأتي الى مصر. فما بنعتمدش على آلية واحدة، زي ما قلت كل اشكالية بنبص فيها بندور لها على عدد كبير من الحلول اللي هي تتكامل مع بعض، وانها تبدأ العجلة بتاعت التدفقات تيجي تاني. انا عايز اقول لحضرتك وافكرك، قبل 2011 كان السندات الحكومية اللي كانت مصدرة 25% من هذه السندات كان هلد أو مع في حوزة صناديق استثمار وصناديق معاشات وشركات تأمين أوروبية وأمريكية، 25%. وهو ده كان التدفق الحقيقي اللي كان بيجي لك في الاقتصاد المصري من الخارج، وهو ده اللي حمل التراكم بتاع الاحتياطي في اما كان وصل او تخطى 36-37 مليار جنيه في اوقات معينة. احنا دايما هنبحث على كل الروافد وكل السبل اللي تحللنا مشكلة مشكلة، وما بنقفلش اي باب، ومنفتحين لكل انواع الحلول طالما انها في النهاية تصب في الصالح الاقتصاد المصري بالطريقة وبالرؤية اللي احنا شايفينها، مش بأي رؤية أخرى تكون مملاة من أي مكان. الغالبية لا تشعر بالتحسن، هتاخد وقت. يعني أنا هدي مثال يمكن قلته برضو في وسائل الإعلام مجازي، احنا كنا جيران في يوم من الأيام مش كده؟ لو لا أنا سبت اللي عايز اقوله، ان لو احنا الاثنين والباب في الباب وكنا بنستعمل مواصلات العامة، انت حضرتك بتنزل بتاخد خط، طبعا انت ما بتستعملش مواصلات العامة انا بستعمل، لكن انت حضرتك بتاخد خط والاوتوبيس لسه هو المتهالك ما تغيرش، وانا ساكن قدامك والاوتوبيس بتاعي جابه واحد من اللي بالغاز الطبيعي ده اللي جاي من الامارات او طالع من مصر، وحاجة شيك ومكيف وبتاع وركبته وبتاع، انا شعرت بالتحسن في الخدمة انت ما شعرتش بيه،
رغم ان احنا ساكنين بنفس المستوى المعيشي والاجتماعي وفي نفس المنطقة اللي احنا بنقطنها، لكن الخدمة اللي انا بستعملها تصادف انها تحسنت، فانا سعيد وحاسس بنوع من التحسن انت مش شعره لانك انت لسه ما جاش الدور عليك. فالمسألة بتاعت التريكلينج داون افكت دي للأسف الشديد انها بتاخد وقت، لكن احنا بدأنا بفك اول معضلة فيها، وهي اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام زي ما انا شرحت. ولكن الاهم ان الوزارات القطاعية انها بتنشط بقى في ان الاموال اللي بتدخل دي انها تترجم بالفعل الى تحسين في الخدمة. برضو بتاخد وقت، يعني بكرة في اجتماع مع البنك الدولي علشان قروض تخص قطاع الصحة، وكان الهدف الاساسي منها هو عملية اكريديتيشن او بسموه اعتماد للمستشفيات العامة علشان تصل الى درجة متعارف عليها عالميا، وكانوا هيبدأوا بمستشفيات او وحدات صحية في افقر القرى والمحافظات، واللي هي معناها انك انت لازم تجيب لها التدريب وتجيب لها الاجهزة وتوصل الى درجات الهيجين المتعارف عليها دوليا، تعمل لها ستاندردزيشن ابجريد وستاندردزيشن. المعضلة الاولى انك ما كنتش بتلاقي الفلوس دي تحطها، دلوقتي انت بتاخد من حتة وبتحط في الحتة دي، بس تاني هتاخد وقت، مفيش حاجة في يوم وليلة. لكن تعال شوف بقى حاجات تانية ماشية اسرع كتير. الاسكان اللي هو لمحدود الدخل ومنخفض التكاليف، واسكان حتى الفقراء القاطنين في العشوائيات. لما تشوف ان في 50,000 وحدة بتبدأ تتسلم من مشروع معين او من تمويل مثلا الاماراتي، تشوف 25,000 وحدة بتعملها وزارة الاسكان، تشوف مش عارف ايه، ما هو ده بيحصل، بس اللي هيشعر بيه مين؟ اللي حاز على الوحدة دي، مش انا ولا انت، خد بال حضرتك. فهي مسألة التريكلينج داون.